أجرى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حوارا إذاعيا مع راديو مصر، تطرق خلاله إلى عدد من القضايا التي تهم الجماهير. وقال محلب أن الحكومة نجحت هذا العام في توفير فائض إنتاج استراتيجي للطاقة الكهربائية، مما ساهم في تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي. كما أشار إلى أن الحكومة تعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري في كل مؤسسات الدولة. وشدد محلب على أن الحكومة بصدد التوسع في ضم شرائح جديدة لأنظمة التأمين الصحي والاجتماعي، مشيرا إلى أن 26% من الشعب المصري له مظلة تأمينية. وأضاف رئيس الوزراء في حوار مع راديو مصر أنه تم تفعيل 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، مما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الاقتصادي من أصل 79 اتفاقية بقيمة 200 مليار دولار.